طبعا كلنا شوفنا في الجزء الثالث وفاة وهي بتضرب حمدي على دماغه، وسمعنا حمدي هو بيتألم من شدة الضرب. الظاهر كده ان وفاة ضربته بسيخ حديد، والسبب اللي خلى وفاة تضرب حمدي على دماغه انه كان عامل فيها مقلب ان البيت مسكون ومليان عفاريت، وعارف ان اكتر حاجة هي بتخاف منها هي الجن، فعلشان كده استخدم نقطة ضعفها ضدها ومسكها من ايديها اللي بتوجعها. وكان حمدي مركب فخ في كل ركن في البيت علشان يخوف وفاة على قد ما يقدر، ده غير انه كان قاطع الكهرباء عن البيت علشان يعلي ليفل المقلب بزيادة. وكان حمدي لابس قناع على دماغه وماشي بيراقب وفاة وبيحاول يخضها في اي مكان بتروحه جوه البيت. وكان حمدي مركب 12 كاميرا علشان يقدر يصور كل اللي بيحصل في اركان البيت، وده من ضمن الاسباب اللي اخرته في تنزيل المقلب لان المونتاج كان صعب جدا، هو اللي كان لازم يعمله بنفسه. لكن في نهاية المقلب حصلت حاجة غير متوقعة لما وفاة لبست طرحتها وقفت تصلي، لانها كانت فاكرة ان البيت مسكون ولما تصلي صلاتها هتطرد الجن برا البيت. وناس كتير اتهمت حمدي في بركة المقلب بسبب اللقطة دي، وقالوا ان السبب الحقيقي اللي خلى وفاة تلبس الطرحة ان هي تظهر بوشها وهي بتضرب حمدي على دماغه. وبدل ما سلسلة المقالب تنتهي بتلات أجزاء زي السلسلة اللي فاتت، تنتهي المرة دي بأربع أجزاء. وأثناء صلاة وفاة بيخبط حمدي على الباب وبيطلع يجري لفوق، وبالرغم ان حمدي طلع قبل وفاة بكتير وكمان طلع بيجري، لكن ما عندش 5 ثواني ولان وفاة جاي من وراه تضربه على دماغه. حتى لو وفاة قطعت صلاتها ما تلحقش تطلع ورا حمدي بالسرعة دي. وبعد تصوير المقلب قال حمدي انه دخل المستشفى وتعب بسبب الضربة اللي وفاة ضربتها له، وكان قايل ان ده السبب الرئيسي في تأخير نزول المقلب. ونزل حمدي صورة ليه هو نايم في المستشفى، لكن الصورة لو ركزوا فيها تلاحظوا ان هي مش حقيقية، وان راس حمدي متركبة على جسم شخص غريب. وناس كتير كانت مستنيه رد فعل حواراته، بالذات الحاجة جابر الحاجة سعدية على المقلب، ولكنهم كعادتهم مش بيتدخلوا بشغل حمدي ولا بيردوا عليه في اي فيديو من فيديوهاتهم. وبالنسبه للناس اللي مستنيه خناقه حمدي مع وفاة في الجزء الرابع، حابب اشاركوا ان ده مش هيحصل، لان من المستشفى والاستوريات اللي حمدي منزلها بعد المقلب بتاكد ان هم عايشين مع بعض زي الفل، وحمدي ما سابش البيت تاني ولا حاجه ولا في اي مشاكل بينهم. وايا كان مقلبهم حقيقي ولا تمثيل، جمهورهم مش بيفرق معاه وبيحب يشوفهم في الحالتين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ومتنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.